ايوه كده. زين شفت اللي يضحك اهو يضحك على جمال امها يا جمال يا جمال يا روتي بوتي 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 احبه قوي شكله حلو. الله الحمد لله ما شافونيش. ايه ده مشوا؟ وانت برضه هربان من مرات بابا سميره ولا ايه؟ اسكت يا ميشو. مش انا النهارده مشيت على الحبل ولمياء خطيبتي الحمد لله رجعت لي بعد ما كانت زعلانه مني من ساعه لما انا قلت لها انك ان ايه ما تكمل ان حرامي مش كده. انا اسف يا ميشو مش قصدي والله. انت مش سايب حد بقى لما قلت له ان اخوك حرامي ده طبعا غير الضابط ساره اللي انت مالس معاها. علشان ايه؟ عشان تغير ميشو الحرامي ده على اساس اني صايع وفاتحك في كل حته مش كده؟ ميشو انت فاهم غلط. صح يا فاطين انا كنت فاهم غلط بس دلوقتي فهمتك صح. سيبك بقى من الاخلاق والمثل والحاجات اللي انت حافظها وبترددها زي البغبغان واسمعني انا. الحركات اللي انت بتعملها انك خايف عليا وعايز تغيرني خلاص ما بقتش اكل منها. انا عايزك تفهم حاجه يا فاطين ان انت مش احسن مني. ان انا لو كنت عايز ابقى زيك كنت هبقى قد الف زيك بس ده طريقي وباختياري ومش هغيره. اللي عايز يتغير هو انت. بص لنفسك كويس مش هتلاقي غير بني ادم فاشل تافه ومعندوش شخصية والكل بيهينه من اول العيال الصغيرة في المدرسة لحد خطيبتك وابوك ومراته كمان. هي كلمة فاطين ابعد عن ميشو احسن لك لانك ما شفتش الوش التاني وش الحرامي اللي انت مفكر نفسك احسن منه. لان لو ظهر ساعتها مش هراعي اي حاجه وهنسى انك اخويا وتوامي. هلاقيك هنا من ساعة ما دخلت المدرسة الصبح وانت مش في حالتك والفصحى اهي ولسه زي ما انت. ايه نسيت كلامك؟ الحياة مليئة بالأحجار فلا تتعثر بها بل اجمعها وابني بها سلم تصعد به إلى النجاح. مش هو اللي مزعلك كده صح؟ صح. ما قلتليش ليه يا فاطين؟ مش احنا متفقين ان احنا نساعد بعض والحجر اللي يشيله واحد لما يشيله اتنين بيهون. انت عارف يا دودي مش انا امبارح وانا في السيرك مشيت على الحبل ولمياء بقى ايه خطيبتي كانت فرحانه بيا قوي قوي. مشيت على الحبل يا فاطين؟ اه مشيت على الحبل. اعمل ايه بقى؟ ايوه كده اضحك لحسن. ميس لمياء كانت بتدور عليك واحنا ما ينفعش تشوفك كده يعني. ده احنا ما صدقنا. ايه ده؟ طب قول لي يا دودي انا شكلي كده حلو؟ شكلك حلو قوي. المهم بقى انا عايزك تستغل اللي انت عملته امبارح في السيرك. اه صح
ايه ده؟ انت هنا وانا عماله ادور عليك؟ ما اصل انا كنت دودي بيشرح لي حاجه انا مش فاهمها، قصدي كنت انا في حاجه انا فاهمها فكنت بشرحها لدودي لما هو كان بيفهمها لي. طب قوم معايا يلا انا محضر لك مفاجاه. ايه ده لمياء؟ وانت ما عندكيش النهارده حصص بعد الفسحه؟ لا ولا انت كمان. يلا بس بقى. يلا بس بقى. دودي ظهر ان حركه الحبل امبارح جابت نتيجه حلوه قوي. لمياء يا لمياء. اخوك ميشو عامل ايه؟ ما عامل ايه في ايه يعني؟ مش انت قلت لي انه هيبطل وهيتغير وانك تحاول معاه يعني؟ ما الحمد لله ما بقى كويس ويعني هيتغير وكده. انت عارفه يا لمياء امبارح حتى كده وانا قاعد في الاوضه فلقيته دخل عليا وقعد يشكرني ووعدني ان هو هيبقى كويس. كويس قوي. لمياء يا حبيبتي انت مش كنت بتقولي لي محضره لي مفاجاه؟ ايه هي بقى المفاجاه دي؟ مش احنا كنا عمالين نعمل جمعيات علشان نحوش ثمن الشقه اللي هنتجوز فيها؟ ايوه لمياء. انا لقيت الشقه. لقيت الشقه؟ ايوه كده فرحيني. هي فين دي؟ الشقه القديمه اللي قدام عمك انس، ناخدها ونوضبها ونتجوز فيها. الشقه القديمه؟ ما الشقه القديمه يا لمياء من ساعه ما ماما الله يرحمها ماتت وهي مقفوله وبابا منع اي حد يدخلها. مش من حقه. وبعدين الشقه دي من حقك انت واخوك ميشو، وما اعتقدش ان ميشو ممكن يمانع ان احنا نتجوز فيها. بس يا ميشو هو ده كل اللي حصل. يعني عنابي بيه سافر على تركيا، واللي اسمه سكر ده دراعه اليمين قابل واحد واداله شنطه مليانه فلوس، واما استقصيت عنه بعد ما راقبته عرفت انه شغال في المينا. يسلك لهم بضاعه داخله بضاعه خارجه. بس ما تزعلش مني، حاولت اعرف ايه نوع البضاعه دي ما عرفتش. تمام قوي. امال الستيشن فين؟ لا الستيشن سايبه هناك بيراقب. بيراقب مين بقى؟ لا مفيش بيراقب الراجل ده. طب ميشو انا هحطير انا. سلام. ايه يا ميشو مش هتقولي بيراقب مين؟ على فكره يا ميشو انا بحب شغلي قوي وما تعودتش استسلم بسهوله. بعد اذنك. مش عايز تعرف انا جيت ليه؟ ما يهمنيش. بالله حسين المرشدي والسيدي اللي اتسرق. ها يا ميشو مش هتتكلم برضو؟ انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه بالظبط. لا تعرف، بس اللي عايزاك تعرفه اني عمري ما كنت ضدك، ولما شهدت معاك في النيابه ده لاني كنت متاكده انك بريء، ولما عرفت بالصدفه عن موضوع حسين المرشدي والسيدي اللي اتسرق وان انت اللي سرقته مع ان فاطين انكر انه بات مكانك في النيابه، جيت برضو عشان ابقى جنبك. طلباتك انك تبقى انسان سوي وتنسى ميشو. مش هينفع. مفيش حاجه ما تنفعش، انت اللي مش عايز تحاول. لان ما ينفعش اكون غير ميشو. اوكي يا ميشو، بس ما تنساش اني ضابط شرطه وزي ما قلت لك بحب شغلي قوي. والله انا مش فاهمك يا رنا، يعني انت دلوقتي دخلت معهد السينما قسم الاخراج علشان بتحب التمثيل؟ اسمعني بس يا فاطين، انا بحب السينما عموما ونفسي ابقى مخرجه افلام اكشن ورعب وكمان بموت في التمثيل. والله العظيم يا رنا ده انت فكرتيني بواحد صاحبي قوي. اتخرج من كليه الحقوق وكان محامي قد الدنيا، ومن شدة حبه في التمثيل دخل كلية الآداب قسم مسرح وقعد يدرس تمثيل 4 سنين. واو، ودلوقتي بقى فين؟ لا دلوقتي لا 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 بسم الله ما شاء الله بقى حاجة تانية خالص. عارفة محطة مصر؟ أيوة. مش وأنت داخلة كده يا رنا بقى من المحطة بتلاقي فيه شباك تذاكر في وشك؟ هو بقى اللي بيقطع التذاكر هناك، علشان كده يا رنا بقول لك تركزي في حاجة واحدة بس يبقى أحسن. طب اقول لك على حاجه، انا دلوقتي شغاله مساعد مخرج في فيلم جديد واخده كده فيه دور صغير، ما تيجي معايا تشوفني وانا بمثل وبالمره خد رايك. ماشي. والفيلم ده بقى هيبقى فيه ممثلين كبار زي الاستاذ احمد السقا وكده؟ ايوه طبعا. ماشي ان كان كده بقى ماشي. اصل السقا ده حبيبي. رنا
انتوا اتغديتوا؟ وحشني قوي يا عم انس. وكان الهواء عاد للصالون وبدا يتنفس من جديد. بس حضرتك بقى النهارده يا عم انس مش عاجبني خالص. لا مفيش حاجه، انا كويس. لا مفيش حاجه، هتخبى على فاطين. انا حاسس كده انك يعني مشغول وسرحان. في ايه يا عم انس؟ هي أشجان هاني وحشتك؟ وحشتني أوي 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 يا فاطين. لا ده باين بقى إن الحالة بتاعت حضرتك مهوجة خالص. بس ما تقلقش أنا هتصرف. هتعمل إيه؟ هعمل أي حاجة علشان نطفي بقى الوهوجة دي. قولي الأول أنت عامل إيه مع لمياء؟ الحمد لله رب العالمين، لمياء دلوقتي بقت بتحبني يا عم انس اكتر من الاول بسبب موضوع الحبل ده. بس هي قالت لي يعني ان انا اكلم بابا على موضوع الشقه القديمه اللي هو قافلها علشان يعني اخدها واوضبها ونتجوز فيها. والله فكره كويسه جدا. اصل دي شقه المرحومه والدتك، يعني انت ليك فيها. والله يعني فكرك يا عم يعني اقول لبابا وما اخافش؟ لا تخاف من ايه، اتكلم وبمنتهى الصراحه. الصراحة والخط المستقيم أكثر الطرق إلى الإقناع. صح عندك حق والله، وعلى رأي المثل ما ضاع حق وراءه مطالب. شقتين دي اللي جاي تطالب بيها دي؟ الشقة اللي تحت يا بابا القديمة. وبعدين وانا هعمل فيها ايه يعني؟ ده انا هتجوز فيها يا بابا. انت تتجوز فيها؟ ومالك يا اخويا مالوف على الجواز قوي زي عمك انس؟
وان شاء الله هتتجوز بمرتبك. ايوه بابا هتجوز بمرتبي، وبعدين بقى لمياء حبيبتي بتحبني وهتعيش معايا حتى لو بدوق. وطي صوتك، الولد يصحى. ولد ايه اللي يصحى حضرتك؟ قصدك الولد اللي احنا اشتريناه من السوبر ماركت. اه سيكا، شايف قله الادب؟ شايفه سامع يا حبيبي. اتصرف. بس شايفه سامع ايه بس يا بابا؟ وبعدين انا ما غلطتش ان انا عايز اتجوز، يعني طب ما حضرتك اتجوزت. يا ده انا اتجوز، انا حر. الله، انت مالك انت؟ وانت بتصرف عليا؟ وبعدين تعالى هنا. نعم يا بابا. يا مش هنا، قصدي تعالى هنا في الكلام، يعني جاي ترمي نفسك على طول في صدري؟ انت ليه انت مش خدت عمك انس عشان يخطب لك ست الحسن والجمال، الست عمياء؟ هي فعلا بقى يا بابا ست الحسن والجمال، وعلى فكره اسمها لمياء. لا عمياء، ما دام وافقت عليك انت تبقى عمياء. بقول لك ايه، انت مش خدت عمك انس يخطبها لك وما خدتنيش؟ خلاص خليه يجوزكوا بقى عنده في شقته. يعني افهم من كلام حضرتك ده ايه يا بابا؟ الكلام يا حبيبي واضح ومبين نفسه. تعال يا حبيبي، تعالى انا هفهمك كل حاجه يا حبيبي. ايوه كده بابا، خليك حنين كده زي كل الابات بيحبوا ولادهم يا بابا. فعلا انا غلطان يا فاطمه، لازم ابقى حنين معاك يا حبيبي. تعالى. ربنا يخليك ليا يا بابا. يا سلام يا فاطمه. كاتشي 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 بوتشي بوتشي حبيبه مامتك، يزهق هو وابنه. والله يا بابا انا عارف ان حضرتك مش هتزعلني ابدا. ازعلك ازاي؟ ده انت ابني حبيبي يا فاطين. ربنا يخليك لي يا بابا. الواحد لازم يبقى حنين مع ابنه. الله على الحنيه. الله على الحنيه يا بابا. خش يا فاطين. تعالى يا حبيبي. ده الحمام يا بابا. انا عارف ان الحمام. خش. طب ما تزقش. طب يا بابا. طيب خش. بس كده. ايوه. يا بابا افتح. ايه ده انت قفلت عليا يا بابا؟ افتح الباب. مش هفتح يا فاطين. يا بابا افتح. طيب والنبي عشان قلت مش هفتح. ما كفايه يا اخويا، واخد اوضه في الشقه لوحدك وعندك سرير بتنام عليه لوحدك، عاوز ايه مني تاني يا بابا؟ هو يعني المفروض انام في درج المكتب يا بابا؟ كمان بتتلامن؟ مش هفتح يا فاطين، وباهرب بقى من البلاعه اللي عندك جوه، حتى ايدي واقف لك هتبلعها في الشارع. يوه بقولك وطي صوتك منك ليه؟ الولد يصحى. ده ايه الزهق ده؟ يا ست اسكتي بقى، خليكي محضر خير ولو مره واحده. افتح يا بابا بقى والنبي. كده لسه بتتلعمد؟ خليك بقى هنا للصبح. ها يا بابا، يا بابا طب استنى، مش عايز الشقه. طيب وافتح الباب. مش فاتح يا بابا. طب افرض حد فيكم عايز يدخل الحمام. ما تقلقش علينا يا اخويا، هنتصرف. هبقى اخدها وننزل الحمام بتاع الشقه القديمه. خلاص استريحت؟ استريحت يا اخويا؟ ها؟ خلاص يا بابا بقى. سمورة؟ المواجهة يا عم انس. يا ترى المواجهة دي انا هتوديني فين؟ ماشي. اديني هقعد اهو. كارتر، على أي حال أنا أعتقد أنه من المحتمل الآن أن توافق مصر على ثلاثة مسائل، هي أن تنسحب إسرائيل. أنا عارفة أنك بتحضر لحاجة، وحاجة كبيرة كمان، بس صدقني يا ميشو مش هتقدر. أنا ممكن أقبض عليك دلوقتي حالا وأقف رسالة الماجستير خالص، بس هدفي مش أني أزود عدد المسجونين واحد، لا. روح يا ميشو، روح. بس انا عايزاك تعرف ان انا اللي عملته النهارده ضد واجبي وضد مهنتي، بس دي اخر فرصه هديها لك. عندك لغايه بكره بالليل وهستناك زي ما قلت لك. لو ما جيتش صدقني يا ميشو هتبقى خسرت كتير. هتبطل سرقة؟ أنا مش مصدق. لا صدقه زي ما سمعته كده. يعني إيه؟ مش الحاوي خلاص؟ هيتوب؟ يعني مفيش عمليات ولا مطاردات ولا سندوتشات كبدة؟ خلاص مفيش. فينيش. فينيتو.
مشو الحوا خلاص هيطير ومش خايف لا يقع، وهيطير بالنهار كمان قدام الناس كلها. خلاص بقيتش احب الليل ولا الضلمة، طلع في الوان تانية انا ما كنتش شايفها. مش الحاوي من النهاردة قابل الوان الطبيعية. كنت عايزاك يا دكتورة ولا مشغولة؟ لا مشغولة ايه بقى؟ وبعدين مدام قلت لي يا دكتورة تبقى عايزاني في استشارة. اقعدي يا حضرة الضابط، ها؟ عايزة تستفسري عن ايه؟ هي استشارة شخصية واستشارة نفسية. طب ما نبتدي بالشخصية الأول. أولاً أنتِ معزومة معايا بكرة عشان أنا كسبت الرهان من فؤاد. أولاً بقى أنا مش هقدر أجي معاكم لأني عندي شغل مهم جداً بكرة. ثانياً يا ريت تستغلي فرصة العزومة الحلوة دي وتقعدي أنت وفؤاد تتكلموا مع بعض بهدوء بعيد عن تفاصيل الشغل المملة اللي أنتوا فيها ليل ونهار دي. ماما هو أنت فعلاً مقتنعة إن فؤاد هو الشخص المناسب بالنسبة لي؟ حتى لو كانت طباعنا مختلفة؟ مش معنى إنكم مختلفين في وجهات النظر معناها إنه تبقوا طباعكم كمان مختلفة، لأ إطلاقاً. وبعدين شيء جميل قوي إنكم أنتوا الاتنين بتحبوا شغلكم وعايزين تنجحوا فيه. بس الشغل حاجة والحب الجواز حاجة تانية خالص. انت مقتنعة بيه؟ انا مقتنعة بيه بس مش عارفة لو طلب مني اسيب الشغل هوافق ولا لا. ما تسبقيش الاحداث قبل ما تحصل، خليكوا دلوقتي في الخطوة اللي انتوا فيها. اوكي اوكي يا ماما. طيب ايه بقى الاستشارة النفسية؟ دلوقتي ميشو بدأ فعلا يتأقلم وانا حاسة انه هيبقى انسان جديد وناجح. طب كويس قوي. دلوقتي بقى أنا أتعامل معاه إزاي؟ يعني إيه يا بنتي مش عارفة تتعاملي معاه إزاي؟ يعني أنا حاسة إنه مركز معايا قوي، بيتعامل معايا على إني سارة اللي عارفها في الأول مش الضابط سارة. لا خلي بالك هو هيركز معاكي قوي ومعاكي أنت بالذات عشان من وجهة نظره عايز يثبت إن أنت زي ما أنت ما تغيرتيش وإنه عمل كده علشان سارة مش عشان الضابط سارة. طب وبعدين يا ماما؟ حاولي تتعاملي معاه زي ما هو شايفك وهو مع الوقت هيفهم وهيتأقلم. اوكي يا ماما. دلوقتي انا كنت عايز اجيبه لك العياده عشان تتعرفي عليه. اوكي بس ابقي كلميني الاول. ماشي ميرسي يا ماما، اسيبك بقى تكملي قرايه. لا لا قرايه ايه، العنايه تعبتني، هطلع انام بقى. طب يلا يلا يا حبيبتي. صباح الخير يا سمسمة يا جميلة، بحبك. معلش بقى اعذريني، أنا النهاردة مش هقدر أشغلك الأغاني اللي أنت بتحبيها على الصبح، لحسن مرات بابا بتتلكك ليا، ممكن تصحى وتنكد عليا. إلهي يا رب ينكد عليها. نامي نوم الظلم عبادة. يا فاطين فاطين اصحى يا فاطين اصحى ورد عليا يا فاطين بدل ما صحيك بطريقتي. ماشي ماشي علموها داخله الحمام، اخرج من الحمام الاقي النسكافيه بتاعي جاهز. اخرجي من الحمام يا رب ما تخرجي من الحمام ابدا. دبابيس؟ حاطط لي دبابيس؟
حاجة يعملها لنفسه؟ ماشي يا فطنطن. سيد يا سيد يا سيد تعال. صباح الخير يا حبيبتي. يرضيك كده؟ ايه؟ ابنك فطين مالك؟ نزل من غير ما يعمل النسكافيه بتاعي وسايب لي ورقة بيقول لي فيها اللي عايز حاجة يعملها لنفسه. قليل الأدب. ايوه قليل الأدب. ما تطلقهاش. ايوه ولا يهمك. ايه؟ ايه ده؟ اسمع عليك يا دبابيس. دبابيس حاسب. ايه هو 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 يا سيدي. اسمع دخل في رجلي. ايوه هو اللي رمينا المسامير في الارض. معلش معلش معلش. سلامتك يا سيدي. ابنك كنت عامل ابنك. انا هربهولك لما يرجع. ولا يهمك انا هعملك النسكافيه بايدي. بجد يا سيكا؟ ايوه بس ما تزعليش نفسك انت. ليك عليا اول ما يرجع هقدمه. كنت عايزه اقول لك على حاجه كمان. امورين يا حبيبتي. عايزه حوالي كده يعني 150 الف جنيه عشان معيش سيوله، عشان عايزه اشتري الاجهزه الرياضيه الجديده بتاعت السنتر. حاضر، عدى عليا في المحل وانت رايحه السنتر هتلاقيهم جاهزين من عندي قبل العندي. ربنا يخليك ليا. رواقي بقى يا حبيبتي عشان الشمس تطلع. وشو؟ لا ما هو دي بقى مش طريقه شغل. ربع ساعه تاخير. صباح الخير. معلش انت معك حق. لا بصراحه كده مش هينفع خالص الكلام ده. ده انا حتى بفكر اشوف لي بقى ظابط تاني واسم تاني وهل اسم ماليه البلد. طب اقعد يا مشو. ماشي انا هقعد بس علشان خاطر العشره. ها لكن الكلام ده ما يحصلش تاني. طب اقعد يا مشو. ربع ساعه ربع ساعه. الشايفين جاي حالا. ابعت لنا اتنين شاي. مظبوط مظبوط. معلقه سكر واحده. معلقه سكر واحده. لو في نعناع يبقى زي الفل. ميشو كده تمام كده تمام. لا خلاص اتنين شاي بس. شكرا. قولي يا ميشو هو انت ليه ما كملتش دراستك مع انك كنت الاول على المدرسه؟ بصراحه ما كنتش فاضي. بتهزر؟ لا بتكلم بجد. اصل انا اسمي كان في الفتره دي ابتدى يسمع في السوق والعمليات كانت بتنزل عليا ترف. قلت بقى اسيبني من التعليم واشوف شغلي. طب قولي مش عايز تكمل في الجامعه؟ ازاي يعني؟ الجامعه المفتوحه. سيب الموضوع ده عليا بس انت الاول خلص كل مراحل التاهيل. احنا مش هنخرج بقى ولا ايه؟ لسه في شغل. ماشي ايش اشرب شايك بسرعة عشان نبدأ اليوم عشان بعد كده عندنا مشوار مهم عند الأستاذة سهى؟ لا الأستاذة سهى من 12 ل 2. امال هنروح لمين؟ هقولك. عم عرفان يا ميشو قتل 18 واحد. 18 واحد؟ وسرق ونهب وعمل كل اللي هو عايزه لغاية ما عرف الدنيا على حياتها. عم عرفان تجربة إنسانية كان لازم أعرفك عليها. تعرفين عليها دلوقتي يا سارة؟ دلوقتي؟ ميشو يا عم عرفان اللي كلمتك عنه قبل كده. ازيك يا ميشو يا غالي؟ الحمد لله. طيب الحمد لله ان احنا اطمنا بقى. السلام عليكم. يلا بينا. يلا بينا يا ساره. يلا بينا على فين؟ انت هتقعد هنا مع عم عرفان. مين ده؟ انا هسيبك ومش هتاخر عليك. هروح اشكر المأمور انه ساب لنا اوضته. ايوه ما ايه؟ اقعد اقعد يا ميشو يا ولدي. ده انا ما صدقت ان حد يزورني علشان اقعد اتكلم معاه. ولا انت خايف مني؟ لا ابدا. اخاف ايه بس يا عم عرفان؟ طب وانت بقى ما حدش بيجي يزورك ليه؟ فين اهلك؟ فين قرايبك؟ ما حدش يعرف عني اي حاجه. 25 سنه فايتهم وما عارفش عنهم حاجه. حتى ولدي ومرضي سبتهم وهجيت. طب سبتهم ليه يا عم عرفان؟ في حد برضه بيسيب اهله؟ الدنيا غرتني يا ميشو يا ولدي. كنت وانا في سنك كده كنت حاسس اني قوي امشي على الارض اقول يا ارض تهدي. ما عليك الا اني سبت اهلي وناسي سبت عزوتي واتلميت على شله من المطاريد. حبيتهم قوي واخترت طريق الشر.
عملت كل اللي يخطر على بالك. كنا نوقف خلق الله، واللي يدفع يعدي، واللي ما يدفعش هيموت. قتلت، لهبت، سرقت، لميت فلوس ياما، فلوس تملى زكايب، وضاعت كلها لحد ما جه اليوم الواحد من المطاريد وقف ولدي بدر وقتله على الطريق، وكان ربنا بيعجبني. قعدت افكر كيف افكر كيف، والغل مالي عروقي والضيق الضيق بلا صدري، ادريتش الا وانا ماسك الرشاش الالي وبفرغه في كل المطاريد اللي كانوا معايا في الجبل، مع اني كنت بحبهم قوي. لما الضيق ملا صدرك قتلت كل المطاريد اللي في الجبل اللي هم حبايبك. ايوه. ايه؟ ما تخافش ده دخان، كانوا 10 يا ابني، قتلتهم كلاتهم مع ان كنا بنحب بعض قوي. سنين قاعدين ناكل ونشرب مع بعض في الجبل. دنيا، وبعدين سلمت نفسي للحكومة، وبدع ربنا يسامحني ويتوب علي. سامحني يا رب وتوب علي. امسك عم عرفان، امسك كل وغير الموضوع ده خالص، نتكلم في حاجة تانية. لما اتضايقت قتلت حبايبك. ايه؟ مش مصدقني ولا ايه؟ لا مصدقك يا عم عرفان. كل يا عم عرفان كل. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فؤاد. دعاء انت اكيد سمعت عن رجال الاعمال المتورطين في قضيه فساد الادويه. طبعا يا فندم، تقريبا كده رجل الاعمال حسين المرشدي قدم استجواب في مجلس الشعب عشان يفتح الموضوع. حسين المرشدي ده تعرض لعمليه سرقه الاسبوع اللي فات، وبعدين جاله اكتر من تهديد بالقتل بس ما قدمش بلاغ. والمطلوب يا فندم تعرف لي ايه القضيه كلها، وخاصه التهديدات اللي جات لحسين المرشدي. هل التهديدات دي جات له من رجال الاعمال ولا من حد غيرهم؟ وهل كان معاه حاجه تدينهم ولا ما كانش معاه حاجه؟ بالنسبه بقى للسي دي اللي اتسرق، عايزك تعرف لي مين اللي سرقه واتسرق ازاي، يعني تعرف بالتحديد كل حاجه عن القضيه دي، كل حاجه. حاضر يا فندم، تحت امر حضرتك. عاوزك تتعامل بحرص في الموضوع ده بالذات، وكل الادارات تحت امرك لو حبيت تستعين بحد منهم. حاضر يا فندم. بالتوفيق يا ابني. بعد اذن سعادتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ فطين. دلوقتي انا عاوزك تجاوبني وبمنتهى الصراحه، مين دول وعلاقتهم بيك ايه؟